متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، مرحبا معنا في هذا البث المباشر من مدينه بن سليمان. معنا في هذا البث اصحاب الحمامات ديال بن سليمان، فهم كاعين وصلت بهم العظمه كما كيقولوا متابعينا الكرام كما كتشاهدوا معنا على المباشر. فالناس تبحنوا بزاف، بقوا معنا متابعينا الكرام. هادشي ماشي معقول، والحمام خاصو يكون. هادشي ماشي معقول. هاش الملي، هاش الملي، هاش محمد السادس، عطينا كلمه علاش مجموعين نتوما هنايا وشنو كديروا؟ حنا مجموعين اخويا على ود الحمام، لان حنا ضرينا بزاف، حنا عندنا وليدات وعندنا مسؤوليه وعندنا كره وعندنا مرضى، حنا مضرورين. حنا دابا غاديين في الشهر الثالث، راه ليله هاي الله، راه ليله هاي الله، راه ما عندناش وكارين، ما عندناش اخويا، والعيالات حتى كتشوف فيهم، راه كلشي الاخره فينا كاريه، كلشي كاري. غادي يلوحوا لينا حوايجنا في الزنقه، هاكي غادي يلوحوا لينا ولدي حوايجنا في الزنقه. انت باش خدامه في الحمام؟ انا خدامه في الحمام، ودابا غادي يلوحوا لينا حوايجنا في الزنقه، ما عندناش باش نكونوا، ما عندنا، ما صلنا باش والو، الا ما خدمنا ما ناكلوا، والناس ومالين الديور باغيين يلوحوا لينا حوايجنا، هادي 8 شهور ما خلصناهم. ما عدناش اخويا، ما عدناش، حنا ملحوقين، حنا ملحوقين، وعاش محمد السادس، وعاش مولاي الحسن. حنا مراد وخاصنا باش نخدمو، راه حنا سدوا لينا الحمامات، يعني قطعوا لينا العيش ديالنا، راه قطعوا لينا الرزق، هذا الشيء راه قطعوا لنا الرزق. هانتوما كتشوفوا في الناس كلشي، هاد العيالات مضرورات. انا خدامه في الحمام، وعدي وليداتي، وما عنديش الصحه باش غنخدم في الديور، انا ما عنديش الصحه باش غنخدم في الديور. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، انتم مازال معنا بث مباشر من مدينه بن سليمان. السلام عليكم اخويا، خدام في الحمام 8 شهر هادي، وحنا مريحين ما خدامين شاي، وعندنا الدراري وعندنا الكا، 8 شهر ما خلصنا الكرا والماء والضو، وحنا ضرينا، حنا ما 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 كنبردو ما نسخنو ما والو، حنا ضرينا، الكرا كيتسالنا، الماء كيتسالنا، الضو كيتسالنا، دابا حنا جيعانين، الدراري واقفين لنا المدرسه وحبسونا مالين الدار على الكرا. حنا خويا عينا وكنطلبوا من سيدنا الله ينصرو. هاك خويا عطيتي واحد اخويا، هاك واللي مشينا عندو كنبقاو تما كارمن بالجوع، وكيقولوا لينا سيروا من بعد، سيروا من بعد، هادشي راه جاي من عند الحكومه، ولكن حنا كلشي خدام دابا بن سليمان، عندنا القهاوي خدامين، اللي صار خدامين، كلشي خدام، علاش ما حنا مالين الحمامات؟ هادشي راه واعر علينا، وحنا ضرينا بزاف، رحنا ضرينا، رحنا ضرينا، البرلمانيين ما تسوقوناش ديال مالين بن سليمان، كنمشيو ندقوا عليهم كيقول لك حنا ما عندناش منين نعطيوكم، حنا نموتوا بالجوع. الله يرحم لكم الوالدين المسؤولين، الله يرحم لكم الوالدين. السي العثماني الله يطول عمرك، الا ما شوف من حالنا، راه حنا ضرينا، الا زدتينا هاد الشر راه حنا غنتشردوا في الزنقه. السلام عليكم، حنا ارباب الحمامات كنطالبوا من وزاره الداخليه انها تشوف من هاد الحاله، هاد الناس هادو اللي كلهم كيطالبوا بالحقوق ديالهم، يعني تقطع عليهم القوت ديالهم، ما عندهمش منين يجيبوا، كاين اللي كاري، كاين اللي ما بحالوش، كاين اللي عنده الناس مراض، كاين الله يحسن العون ديال الناس. مشينا التجأنا لرئيس مجلس بلدي، التجأنا لسعادة الباشا، التجأنا لسعادة العامل، يعني حتى واحد ما عطانا شي كلمة، حتى واحد ما عطانا شي حل اللي يكونوا فيه هاد الناس، واللي هاد الناس ما لقاوش. معاناة كاينة، معاناة بزاف، يعني كما كتشاهدوا الناس الحمامات، الحمامات سادين، يعني القود ديالهم هو الحمام، ملي سدوا لهم الحمامات يعني ما كاين حتى شي حل، يعطونا شي حل، يديروا معنا شي حاجه اللي واش غادي يحل الحمام ولا ما غاديش يحل، يعني كيقولوا لينا الناس المسؤولين كيجيو عندنا كيقولوا لينا بان راه هذا الشهر ما كاينش مديد، كنمشيو حنا على اساس باننا راه غادي نخدموا شويه، كنتفاجئوا بشهر الثاني، شويه تفاجئنا بشهر الثالث، يعني هذا الشيء بزاف.
بالنسبه للقهاوي الناس كاينين تما بكثره، بالنسبه للايصال حنا كنا حنا الحمامات والايصال اللي صار خدامين دابا الشهر الثاني وهذا الشهر الثالث خدامين وحنا ما نخدموش، يعني هذا الشيء بزاف لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. يا اما نخدموا حنايا كجميع الناس اللي خدامين يعني ولا ما نخدموش. بالنسبه اللي صار خدامين حمامات سادين ما عرفناش حنا السبب العام. بالنسبه للاصابات بن سليمان يعني نسبه قليله بزاف مقارنه مع المدن الاخرين، نسبه قليله بزاف. وكنطالبوا من وزاره الداخليه والسي سادي العثماني انه يشوف من حال هاد الناس هادو اللي مضرين بزاف، يعني القليل 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 كاري ولا ما خلص الكرا غادي يلوحوا ليه حوايجو للزنقه. بالنسبه للسيد اللي خدام عنده انا في الحمام كيدير ثلاث حصص ديال الدياليز في السيمانه يعني مضر بزاف، شهر واحد ديال الضو اللي جانا 3 مليون، شهر واحد دانا 3 مليون ديال الضو يعني بزاف، باش غيخلص الكرا باش غيخلص الماء باش غيخلص الضو يعني لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. عطي لهاد السيدة هاكي. السلام عليكم اولدي، حنا راه مضرورين بزاف الحمام، شحال من شهر دابا هو ساد، كاين اللي عنده كرا كاين اللي عنده والله القسم كاين اللي مخلصش كاين اللي ما مخلصش 7 شهور تاع الماء والضو، كاين اللي عنده كرا كاين اللي عنده 10 ديال الاسرة عايشين من الحمام. ولدي الله يجعل الله ينصر سيدنا وعاش الملك في الحمام طيابات طيابات اولدي طيابات اخويا كنحكوا الناس كنحكوا الناس الا ما ديتيهاش بكتافك ما تديهاش، كاين النهار اللي كتجلس ما تدي والو. والله ينصر سيدنا، كنطلبوا من الله يديروا لنا شي حل لهذا، طلبوا من الله يديروا لنا شي حل لهذا الوباء ولهذا الشيء ولهذا، الله ينصر سيدنا. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، مشاهدينا معنا متابعينا الكرام، انتم مازال معنا بث مباشر من مدينه بن سليمان. حنا كاريين ما عندناش، انا مريضه فيا السكر ما لقيتوش نوكل ولادي، راجلي مريض عايشين من الحمام عايشين من الحمام، ما عندنا باش نخلصوا لا كرا لا ما لا ضو. الله يرحم لكم الوالدين، شوفوا من حالنا وحال ولادنا وحال هاد العائلات، رحنا تمحلنا من كورونا حنا محنن ما كاين حتى شي حاجه والو، لا خبز لا بوطه لا والو. الله يرحم والدين الله يجازيكم بخير، الراجل مريض كلشي مريض، الله يرحم الوالدين. حنا الناس راه عطاونا في المده الاولى، عطاونا في كورونا الاولى عطاونا الناس صحابنا الله يكثر خيرهم الله يجازيهم، عطاونا السكر عطاونا الزيت عطاونا الدقيق عشنا معاهم في الاول، ولكن دابا بنادم كلشي تقهر، بنادم غادي يبقى يعطيك كما قال المثل كيعيا من يمد ما كيعيا من اللي يشد. دابا حنا عينا وتقهرنا والله هاد المره الاخره حتى واحد ما تفكرنا، لان بنادم كيعيا راه بنادم كيعطي كيعيا، حنا عطاونا الناس اللي كنخدموا معاهم الله يكثر خيرهم الله يجعل تكون في الميزان مقبول، ولكن دابا بنادم راه عيا كلشي يتازم. ولكن حنا بغينا الحمام يتحل، الله يرحم لكم الوالدين، راه ما كاين لا حالات لا والو في الحمام، بالعكس الحمام فيه نظافه نقي. هاكي هاكي اختي الله ينصر سيدنا، رحنا صافي تقهرنا راه ما بقى لنا باش ناكلوا ما لقينا باش نشربوا، انا مريضه عندي السكر عندي الطانسيو ما عنديش باش نكون ما عنديش حوايجي غيطرشوا من يوم مالين دارت 7 8 شهور دابا وانا ما كنخلصش الكرا ما خلصش الكرا لا والو لا بلاطو. الله يرحم الوالدين الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا، حنا باغا نخدموا الله ينصر سيدنا، باغا الحمامات يتحلوا ونخدموا باغا نخدموا الله ينصر سيدنا، خدامين عام كتافنا نهار يجيب الله نهار ما يجيبش الله، الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا. هاكي بنتو اللي بغى يهضر هاكي اختي هاكي هضري هضري اختي هضري هضري على راسك هضري، وكنا حنا راه مضرورين اخويا احنا خدامين في الحمام، ولكن الغالب الله احنا مستادين لما تمعشنا ما كناكلو ما كنشربو، حتى واحد ما عطانا حتى واحد ما مد لينا، الله يرجى سيدنا. عاش الملك عاش الملك عاش الملك، حنا بن سليمان درينا كلشي ساد، عاش الملك عاش الملك. ودابا الله يجازيك سعادة العامل سيد العامل، الله يرحم لك الوالدين الله يرحم لك الوالدين سعادة العامل، إلا ما حلينا الحمامات راه حنا تقهرنا
راه والله تتقهرنا بالجوع. رحنا ما طلبنا لا كسوه لا صباطه لا والو، رحنا طلبنا غير ما ناكلو. حلينا الحمامه تاع سعاده العامل، الله يطول عمرك، الله يشد لك في الوليدات، الله يكثر خيرك. الا ما جاو فينا لوجه الله والكرا راه غادي دير اجراءات، دير الاجراءات. راه النص في المحكمه في داعين امالين الديور، راه النص ديال الناس اللي قدامنا في الحمام. هذا الشيء اللي كنطلب منك يا سعاده العامل، الله يكثر خيرك. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، حنا مازال معكم بث مباشر من مدينه بن سليمان. الناس الحمامات فهم في واحد الوضعيه كما كيقولوا فهي مزريه، فالناس سادين اكثر من 3 شهور كما كيقول 3 شهور دابا سادين ياك، اكثر من 3 شهور اكثر من 3 شهور هما سادين دابا حاليا، فما عندهمش. كاين اللي غير كاري الحمام، كاين اللي غير كاري الحمام ماشي ديالو، يعني مول الكرام ما غاديش يقال عليه. عاش محمد السادس، عاش الملك، عاش محمد السادس، عاش مولاي الحسن. هذا عار، هذا عار، هذا عار في خطر، هذا عار، هذا عار، والحمام 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 في خطر. عاش الملك، عاش محمد السادس، عاش الملك، عاش مولاي الحسن، عاش الملك. هذا عار، هذا عار، هذا عار، هذا عار، والحمام في خطر، هذا عار، هذا عار، هذا عار، هذا عار، هذا عار، هذا عار، والحمام في خطر، هذا عار، هذا عار، عاش الملك، عاش الملك. إذن متابعينا الكرام، شاهدتم معنا هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. فالناس كيعانيو صراحة، فكنطلبوا من السلطات المحلية أنهم يتبعوا شي قرار باش يقدروا يعاونوا هاد الناس. إذن متابعينا الكرام، كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان. إذن متابعينا الكرام، كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان.